ابن قدام المقدسي هو موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدام المقدسي الإمام الفقيه المجتهد من أكابر علماء الحنابلة في عصره صاحب كتاب المغني بشرح الخرقي ومن مصنفاته أيضا عمدة الفقه والمقنع والكافي ولمعة الاعتقاد وروضه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه وغيرها توفي رحمه الله سنه عشرين وستمائه من الهجره